بيقول انا مراتي ست نكدية بقالي 5 سنوات ما شفتش يوم حلو. تدخل الاب الكاهن الذي كتب عقد الزواج، تدخل اكثر من مرة والحل مهديش. كرهت نفسي، ارجو الرب شوف ايه اسباب النكد عند مراتك، يعني ايه اللي بيخليها تبقى نكدية، وحاول تعالج الاسباب. والمرأة النكدية برضو لازم تاخد بالها انها بتطفش الراجل، يحتملها مرة ومرتين وعشرة وعشرين وبعدين هيزهق. وهو مش متجوز واحدة تنكد عليها.